الباب اجمعنا ان شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم قلوا عما كل كنا زهينك من اليوم وزينوا نهار اليوم انتحار لكم وزينوا نهار اليوم زينوا نهار اليوم صحة عيدكم مبروك فرحكم ربي يتقبل منا ومنكم كل عام وانتم بخير. كيما كيفاش نقول لكم راني فرحانة بزاف يعني كان عندي فرصة باش يعني هكذا نفتح هاد لاشين يوتيوب بيتو جوغ مع الغربة والاخر جات في وقتها اني نبارطاجي معاكم هاد اللحظات هاد المناسبات اللي نكون فيهم وحدي بصح كي نفتح الكاميرا هكذا ونقعد نصور ونحضر معاكم صدقوني نحس روحي راني في وسط اهلي. حبيت نقول لكم ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم الصيام القيام سائر الاعمال ان شاء الله. عيد مبارك الكامل الام الإسلامية إن شاء الله. لعائلتي من هذا المنبر نقول لهم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير ربي يتقبل منكم إن شاء الله. لعائلتي تاع السوشيال ميديا تاع اليوتيوب انستغرام فيسبوك نقول لكم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. الأصدقاء والصديقات كامل المقربين نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. هاد العام ينعاد علينا بالصحة ولهنا ننسوا فيه كامل الهموم اللي فاتوا ننسوا فيه إن شاء الله ربي يفرج علينا ونكونوا بصحة وسلامة يا رب ويبعد علينا هاد الوباء إن شاء الله ونشوفوا أيام جميلة وأجمل إن شاء الله. كما راكم تشوفوا خلاص صلاة العيد في الدار برك صلينا صلاة العيد في الدار وسمعنا كما نقولوا التكبير توتانيك في الدار على بالكم الحجر وكل حاجة راهي كامل ما حتى في الجزائر راهو كاين هذا الحجر في العيد. من بعد وجدت طبيلة تاعي بيان سور تاع القهيوة دوك نص قهوة فوالا. من بعد باينه لازم الغنية تاع زينوا نهار اليوم صحة عيدكم اللي ما يقدرش اي جزائري عفوا يستغنى عليها في هذا اليوم السعيد المبارك. الاتراك في العيد عندهم عاده يشرو الحلوى تاع برا هذيك تاع دراري صغار ويحطوها ويستناو باش يجو يدقوا بابك كيما نقولوا دراري صغار ويقولوا لك صحه عيدك تاع الباتيما ولا تاع حومتك وتعطي لهم لازم هاد الحلوى وتزيدي ديريها لهم في لي بوشيت وتهديها لهم تفرحهم بزاف وهذه هي عادتهم هنايا في الترك. يوك يوك تكارما 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 قال هادي هاد هادي قال هاد هاد قال انجي يجي نبلون قال هاتي هاتي قالين تمام بردات تمام سادة بردات استرسل عال شكر عال هم بوشت فيري جام تمام هاي جنن بالمي فوالا هكذا كيفاش جوزت صبيحه العيد ديالي وهكذا واش لبست ثاني في صبيحه العيد. الحمد لله عيد مبارك على الجميع. بعد ما سقهويت رحت قبلت صوفي على جارتي لي اونفاس وليت للدار ديريكتومون حكمت التليفون وليت نقبل على لا فامي والحباب باغ تليفون بيان سور. ودوك معليا غنقول لكم عيد مبارك تهلاولي في روحكم بقاو على خير.